السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم عندنا واحد الشهده مالحه، غادي نشوفوا مقادير العجين. عندنا 400 غرام ديال الفورس، ما يعادل 4 ديال الكيسان ديال العنبه، وعندنا واحد 100 غرام ديال الفينو، ما يعادل كاس ديال العنبه. عندنا واحد المعلقه ديال سنيده او عسل. عندنا هنايا واحد 225 مليلتر ديال الحليب. ممكن ديروا الحليب، ممكن ديروا غير الماء، او تديروا نص الماء ونص حليب، ماشي مشكل. ما يعادل كاس ونص ديال العنبه. عندنا هنا واحد نص كاس ديال العنبه ديال الزيت بلديه او زيت عاديه. انا عبرت تقريبا شي 80 مليلتر. عندنا واحد جوج معالق ديال ياغورت طبيعي. عندنا معلقه كبيره ديال الخميره فوريه. عندنا هنايا جوج ديال البيضات، غنديروا بيضه كامله وابيض بيضه، والاصفر غادي نخليوه نزيدو عليه شويه ديال الحليب وندهنوا به ان شاء الله الشهده في الاخر. عندنا هنا تقريبا واحد 20 غرام ديال الزبده حيوانيه، تقريبا معلقه كبيره. وعندنا شويه ديال الملح، تقريبا شي نص معلقه صغيره ديال الملح. غندوز دابا نجيب العجانه نعجنوا العجين ونخليوه يخمر وندوز ان شاء الله للحشوه. يلا بقاو معايا البنات، دابا غنديروا هذه الخميره فوريه هي الاولى، نزيدوا عليها شويه ديال الحليب. حركوها مزيان. الا بغينا في هذه المرحله نخليوها تفاعل، نخليوها واحد شويه تاع الوقت، واحد قسم ولا تتخمر لنا العجينه في ساعه، مش ما تتبقاش معطله. نزيد واحد المعلقه ديال سنيده، تكونش عامره بزاف. نزيدو الزيت، نزيدو جوج معالق ديال الياغورت، انا هذا راه فيه غير جوج معالق لان هزه منه زدت منه، درت منه في واحد كيكة وبقاو منه تقريبا جوج معالق. ونزيدو البيض، ونزيدو البيض تاع هاد البيضة. صافي، نبداو دابا نزيدو في الطحين. نبداو نزيدو الطحين شويه بشويه. نبداو بهذا الفينو هو الاول، ونبقاو تنزيدو في الفورس. نزيدو مليحه،
دابا نزيدو في الحليب شويه بشويه، والعجينه خاصها تكون مرخوفه باش يجيونا تجينا الشهده رطبه ومفشفشه، خاصنا العجينه تكون خفيفه. الزبده تنخليوها هي اخر حاجه تنديروها ان شاء الله. غادي نزيدو هذيك الزبده تكون رطبه، دخلت الزبدة مزيان في العجينة غادي نحبسو العجانة صافي ونخليوها تخمر. نجيبو هاد العجينة نغطيوها مزيان نخليوها تخمر، نديرو ليها شي سريبيتة ونخليوها تخمر. وندوزو دابا للحشوة ان شاء الله. عندنا في الحشوة واحد البصله صغيره مشلضه، شويه ديال الفلفله حمراء وخضراء حتى هما مقطعين رقيق، واحد الشامبينيون مقطع حتى هو رقيق. انا بقات لي واحد الوحده كبيره قلت نديرها معاهم، بغيتو ديروا ديروا ما بغيتوش اختياري. عندنا هنا واحد الصدر ديال الدجاج مقطعين وطريفات صغيورين، عندنا شويه ديال الربيع، عندنا هنا شويه ديال الزيتون اسود ولا اخضر اللي بغيتو. انا عندي هذا بلدي غادي نهز منه شي وحدين قلال ونقطعهم ونزيدو معاهم حتى الاخر، وغادي نزيدو معاهم واحد شويه ديال الفرماج حتى هو في الاخر ان شاء الله. هنا عندنا الزيت البلديه، عندنا لا موطارد، عندنا هنا البزار والملح، وعندنا هنايا البصله، عندنا الثومه بودر حتى هي، وعندنا هاد الاعشاب ديال ايطاليا اللي عنده يديرهم، اللي ما عندوش يدير اي اعشاب تيبغي، زعتر ولا زعيطره ولا عصيد سيدنا موسى ولا اللي كان، ولا حباق ولا اللي كان. غندوزو ان شاء الله دابا نشحروا لهاد المقادير وانتم معايا. دابا غنبداو ان شاء الله نشعلوا على المقله. دابا نديرو شويه زيت البلديه، ندير شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، شويه الثومه، حتى البنات مع في هاد الدار البيضاء اللي ميديتاج دايره في الاقامه البصله لقيتها يابسه. شويه ديال البصله هنا في بنمله الماء السخونيه، واخا تخلي الاقامه عام تتبقى مزيانه. ندوز شويه ديال الاعشاب ديال ايطاليا، لا موطارد ما نزيدوها حتى تنزيدو الدجاج. لا موطارد تطري لينا الدجاج تيولي طري تيبقاش قاصح. خليوها تشحر مزيان وتهبط لينا هاد البصيله مع الفلفله.
ونرجعوا نديروا الدجاج ان شاء الله. نزيدوا هاد الدجاج، نقطعو على هاد الدجاج باش يطيب شوية. نزيد دابا شوية ديال الموطارد، الدجاج مقطعين ورقيق، نص ساعة غادي يطيب. نزيدو نخليه واحد شوية، عاد نزيدو عليه الربيع والزيتون إن شاء الله. نزيدو شوية ديال الزيتون مع داك الربيع. صافي دابا نطفيو عليه، نخليه واحد شوية يبرد، ونزيدو ليه فرماج، ونخليه يبرد شوية باش ميقطعش لينا العجينة. دابا غنزيدو شوية ديال الفرماج على الحشوة ديالنا، صافي نخليوه على جنب، والعجينة ديالنا هي خمرات، نديروها كويرات، ندهنو يدينا شوية بالزيت. كويرات على حساب القياس اللي بغيتو نتوما، واش صغار واش كبار واش مويان، انا غنديرهم في هذا الجهد، هاد القياس هذا، وغادي نديرهم في واحد الصوينيه تنوجدوهم كاملين، عاد نبداو ان شاء الله نعمرهم. دابا نبداو نعمرو ان شاء الله. نحاولوا نعمروا مزيان باش يجيو عامرين. ونجمعوا مزيان. باش ما تخرجش لينا الحشوة منهم. صافي ونحطو قدوم هاك. شوف العجينة تجي رطبة وزوينة وتجي محلولة فاش تطيب، تجي مفشفشة. غادي نكمل انا بحال هكا نعمرهم كاملين. بقاو ليا جوجات، غنديرهم في هاد الكويرطات ديال الكاب كيك. ونديرهم في هاد الكويرطات هادو.
ملي ندهنهم شويه الزيت ندهنهم، علاش ما ندهنهمش؟ لان ما تيلصقوش اصلا. غندهنوا دابا البيض ونرجعوا نزينوه ان شاء الله. دابا زدنا شويه ديال الحليب على داك الصفر ديال البيض، واحد مقيطه ديال الخل، وغادي ندهنوا ان شاء الله هذا الكويرات ديالنا كاملين. وغنزينو بشويه ديال زريعة الكتان وشويه ديال الزنجلان. غنخليوهم يزيدو يخمروا واحد شويه، او ما خمروا غادي نخليهم غير واحد شويه بين ما سخن الفران مزيان، وغادي ندخلهم ونوريكم النتيجه ان شاء الله كيفاش غادي يخرجوا. البنات احنا جبدناها من الفران، جبدنا الشهده ديالنا، هتجي محمره تبارك الله ورطبه وزوينه. وهادو اللي درنا في الكوارطات ديال الكاب كيك، حتى هما تيجيو طايبين تيجيو رطبين وزوينين. الا بغيتو ديروهم هكا في لي كاب كيك هكا انديفيديوال، بغيتو ديروها في شهده هكا في صينيه بحال هكا. دابا غادي نحل معاكم شي وحده، هانتوما تبارك الله العجينه ديالها واعره والحشوه تاهي تجي بنينه مع الفرماج والزيتون. تجي رطبه وزوينه، جربوها البنات، واللي جرباتها ترد عليا في لي كومونتير. هادو ممكن بحال في رمضان تقدروا ديروهم بحال دابا فهاد الكوارطات هكا، ها تسحروا بيهم ولا الفطور ولا. الى عجبكم الفيديو ديروا ليا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد درتو. وترحب بالبنات اللي دخلوا عندي جدادات، مرحبا بكم في القناه ديالي، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. يلا الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله، خليتكم في امان الله.